طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من يمن مونيتور: آلاف الطلاب بكبرى جامعات اليمن ممنوعون من دخول الامتحانات. ومن الموقع بوست: يروي قصة صحفية بريطانية تنكرت بزي امرأة وعملت في اليمن لمدة شهر دون أن يتعرف عليها أحد. موقع فرنسي يقول: ما يحدث في عدن هو اقتتال بين الأشقاء. لودوفوار: صحيفة كندية، حرب مصالح في الأمم المتحدة حول قرارين بشأن اليمن. أهلا بكم. آلاف الطلاب اليمنيين لن يلتحقوا بالامتحانات الجامعية ولن يستمروا في التعليم العالي، والسبب وفقا لموقع يمن مونيتور: الرسوم المالية تحرم آلاف الطلاب بكبرى جامعات اليمن من دخول قاعات الامتحان. وقال الموقع: يواجه الآلاف من طلاب جامعة صنعاء كبرى الجامعات اليمنية الحرمان من دخول قاعات الامتحانات نظرا للظروف المالية التي تمر بها البلاد. تأتي ظاهرة الحرمان والابتزاز التي يتعرض لها طلاب جامعة صنعاء في الوقت الذي تشهد فيه اليمن منذ 3 أعوام حربا عنيفة بين قوات الحكومة المسنودة بطيران التحالف العربي من جهة ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم من جهة أخرى. وفي تصريحات متطابقة قال عدد من طلاب كلية التجارة بجامعة صنعاء اليمن مونيتور: تم منعنا من دخول قاعات الامتحانات إلا بعد تسديد المبالغ المالية المفروضة علينا في نظام الموازي المقدرة على كل طالب بحدود 40,000 ريال يمني على كل طالب وطالبة. وأضافوا أن الحراسة الأمنية تمنع الطلاب من دخول القاعات الدراسية من البوابات إلا بعرض سند رسمي من مكاتب التحصيل التابعة للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وعرضه على المسلحين في بوابات الكليات بجامعة صنعاء. إلى عناوين أو العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، نبدأها من العاصمة المؤقتة عدن. وساطة إماراتية تؤجل فعاليات احتجاجية بالبريقة إثر منع الحزام الأمني مدير المديرية من دخول المبنى. وعنوان آخر: النخبة الشبوانية تمنع وزير النقل من المرور والأخير يغادر إلى السعودية. وعنوان أيضا: الجيش يحرر جبال النخش الاستراتيجية شرق صنعاء ومقتل 25 حوثيا في المواجهات. ومن عدن: النفط تعجز عن توفير البنزين والديزل ومجلس النقابات يدعو للاحتجاج لمؤازرتها. ومن الجوف: الجيش يكسر هجوما للحوثيين في جبهة العقبة ومواجهات في جبال حام. عن خيانة عظمى يكتب حسن عبد الوارث مقاله في يمن مونيتور مضيفا في أجزاء من المقال: تعاني اليمن من ظاهرة نهب وتبديد وتهريب الآثار منذ زمن بعيد، لكن هذه الظاهرة تنشط ويتسع نطاقها في فترات الحروب والقلاقل التي تضعف فيها أو تنعدم سطوة الدولة وفاعلية المؤسسات المختصة والأجهزة المعنية، وهو المشهد الذي عاشته دول أخرى في ظروف مشابهة كالعراق ومصر وإيران، والتي لا زالت أجهزتها الرسمية تطارد ناهبي ومهربي أثارها حتى هذه اللحظة. غير أنه مما يؤسف له كثيراً أن نهب وتهريب الآثار في هذا البلد لم يعد تجارة محدودة النطاق والأطراف بعد أن دخل إلى مضمارها ومن أوسع الأبواب نافذون كبار في جهاز الدولة ومؤسساتها السيادية السياسية والعسكرية والأمنية. وقد كشفت الحرب الأخيرة عدداً من الوقائع التي ازدحمت بالعديد من الأسماء والتفاصيل الباعثة على القلق الشديد مما يحدث لثروتنا التاريخية من تجريف كاسح وتصريف غاشم. وفي زاوية أخرى من المشهد، تشهد مدينة صنعاء التاريخية وعدد من المدن والقرى اليمنية القديمة منذ فترة طويلة حالة هستيرية أصابت الأهالي بالبحث المهووس عن كنوز قديمة محتملة في مواقع أثرية وتحت مبان يعود تاريخها إلى مئات السنين، حيث يتم حفر أنفاق تحت هذه المواقع والمباني بحثاً عن تلك الكنوز. والمريب بل المخيف أن تجارة الآثار لم تعد تحتجب تحت ستار السرية خوفاً من الوقوع تحت طائلة القانون الذي يجرمها بصريح النص، إنما غدت تزاول جهاراً نهاراً
دون خشية من رقيب أو رادع، بل أن الأمر بلغ حد العلانية. إذ صارت الآثار تعرض تحت الشمس في الدكاكين، حتى أن ثمة منافذ بيع وشراء للآثار صارت معروفة للقاصي والداني. تنكرت بزي امرأة يمنية واتخذت من يمني زوجا لها، وفازت مادتها بجائزة في أمريكا. الموقع بوست يروي قصة صحفية بريطانية سافرت لليمن وكشفت زيف رواية ترامب للغارة الأمريكية الأولى على مواقع في اليمن. وقال الموقع في ترجمة خاصة به: قبل أكثر من عام في تاريخ 29 من يناير عام 2017، كانت إيوانا كريغ في نهاية رحلة صحفية لمدة شهر إلى اليمن. في ذلك اليوم قامت قوات خاصة من فريق سيل 6 تابع للبحرية الأمريكية بهجوم مفاجئ في جزء بعيد من اليمن. كان يبدو أنهم يحاولون القبض على زعيم للقاعدة أو قتله، ويعد هذا أول هجوم سري أو سرى في ولاية ترامب. وقد قال البيت الأبيض بأنها كانت عملية ناجحة للغاية، إلا أنها لم تكن كذلك. وحينها بدأت الصحفية البريطانية كريغ في التخطيط لرحلة شاقة ومحفوفة بالمخاطر إلى مواقع الاعتداء. قال لها الشيوخ المحليون في البلاد أن الولايات المتحدة حصلت على قصة خاطئة، حيث قتل عدد كبير من النساء والأطفال، ولم يكن في القرية المستهدفة أي وجود لتنظيم القاعدة. الصحفية البريطانية وقبل رحلتها إلى اليمن وضعت عددا من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، منها الاحتجاز أو الاختطاف، العبوات الناسفة، نيران الأسلحة الصغيرة أو الضربات الجوية. وأوضحت كريغ في مقابلة مطولة أنها طوال الرحلة لم تتمكن من السفر علنا على أنها أجنبية، حيث كانت ترتدي لباس المرأة اليمنية من عباءة سوداء ونقاب، وشملت الملابس قفازات سوداء بحيث تغطي لون يديها لكي لا تكون محل شك، كما ارتدت العدسات اللاصقة البنية اللون لتغطية عيونها الخضراء. وعلى الرغم من أنها كانت قادرة على تمويه نفسها، فإن الحيلة لم تكن مضمونة، وإذا تم كشف أمرها فإن العواقب يمكن أن تكون وخيمة. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي علق حول واحدة من أكثر المشاكل تعقيدا، وعنوان الموقع: مسؤول حكومي يدعو سكان عدن للتظاهر رفضا لتواجد قوات الحزام الأمني. وقال الموقع إن مسؤولا حكوميا بالعاصمة المؤقتة عدن حث سكان المدينة على الخروج في مظاهرات لرفض تواجد قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات. ودعا مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي في رسالة صوتية عبر برنامج مراسلة فورية السكان بالتظاهر من أجل المطالبة بنقل معسكر اللواء الأول حزام أمني الذي يقوده منير اليافعي أبو اليمامة إلى خارج المديرية، ووصف ما تقوم به قوات الحزام بالأعمال الفوضوية. وقال القيادي في المقاومة الشعبية بأن القوات الأمنية تتدخل في صلاحياته بالمديرية، مشيرا إلى أنه لن يقبل في أداء مهامه إلا بصلاحيات كاملة. ويأتي ذلك ردا على منع القوات الأمنية اليزيدي من الدخول إلى مقر المجلس المحلي بالمديرية وطردها للموظفين من المقر الحكومي وأغلاقه بالقوة. عمل محمد الجرادي صحفيا في صنعاء خلال الفترة التي سبقت الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي وأسقطت خلاله أحلام وتطلعات اليمنيين. وقد صادف أنه كان متابعا للمستقبل الذي ينتظر ميناء عدن ولم يتحقق. وقد كتب الجرادي مقالا نشره الموقع بوست، وقال في جزء منه: أتذكر في 2013 عندما كنت أعمل سكرتيرا صحفيا لوزير التخطيط في صنعاء، وكنت ألحظ الاندفاع الكبير للصينيين لتطوير ميناء عدن بعد إنهاء اتفاقية تأجير الميناء لشركة موانئ دبي. كنت أحضر لتغطية الاجتماعات بين اللجنة اليمنية والصينية، والتي كانت تلتقي بشكل مستمر لمناقشة ملف ميناء عدن. كنت أرى الخرائط والفيديوهات المصورة وأسمع ما يقوله الصينيون عن التحول الكبير الذي سيحدثه في مستقبل اليمن وعدن على وجه الخصوص. كان من المقرر أن ينطلق المشروع مطلع عام 2015 على أن تتولى الصين مهمة تعميق وتوسيع حوض استدارة السفن وتركيب رافعات جسرية عملاقة ورافعة حاويات متنقلة وقاطرات عملاقة لنقل الحاويات للمرحلة الأولى من الرصيف لرفع قدرة المناولة حتى 1.5 مليون حاوية في العام، بالإضافة إلى تأسيس ملحقات أخرى
تتمثل في بناء ساحة خزن للحاويات ومرافق خدمية ومبان إدارية وورشة مركزية للصيانة العامة، مشروع طموح كان يمكن أن يعيد ميناء عدن إلى خارطة المنافسة الدولية من خلال المواصفات الحديثة التي سترفع طاقته التخزينية من 1,000,000 حاوية إلى ما بين 2.5 و 3.5 ملايين حاوية، وسيرفع القدرة على استيعاب السفن التي تحمل 18,000 حاوية نمطية. اليوم ميناء عدن معطل، وتسيطر عليه قوات تعمل بالوكالة للإمارات العربية المتحدة التي هي أيضا تعمل كوكيل عربي للإنجليز قوى الاستعمار القديم. وبالنسبة للصينيين فلم يخسروا شيئا، فقد ذهبوا للجار الجيبوتي لتطوير 6 موانئ متخصصة، كما ذهب الصينيون أيضا للجار العماني في ذات العام 2015 لإنجاز مشروع عملاق سيمثل جزءا كبيرا من مستقبل سلطنة عمان الاقتصادي، وهو مشروع منطقة الدقم الاقتصادية الصناعية المطلة على بحر العرب والمسار البحري للتجارة الدولية. في موقع ارفع صوتك صورة ومشكلة، حيث نشر الموقع صورة طفلين خارج أسوار المدرسة لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم، وعلق الموقع: خارج التعليم بحثنا عن رزق حلال. وقال الموقع إن الطفلين باسل حسن وأمين فيصل وهما أبناء عم يتخذان من الميزان فرصتي عمل لهما في رصيف شارع رئيسي شمالي العاصمة صنعاء. يقول باسل لموقع ارفع صوتك: أنا أدرس في الصف الرابع الأساسي، لكن اليوم عطلة، لذلك أعمل من خلال هذا الميزان على وزن المارة بمقابل مادي أنفقه على أفراد أسرتي الفقيرة. ويضيف الصغير: أبي يعمل خياطا في محل خياطة الملابس بمنطقة مسيك شرقية صنعاء، لكن دخله لا يفي بمصاريف البيت، لذلك اضطررت لأن أساعده. وعن قريبه يقول باسل: هذا أمين فيصل وهو ابن عمي، وقد نزح مع أسرته من مديرية ماوية قبل 5 أشهر إلى صنعاء بسبب الحرب، وبالتالي انقطع عن التعليم، يعمل معي في ميزان مستقل. ليس مهما أن نتعب، المهم أن نكسب رزقا حلالا من هذا العمل. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانونا واحدا من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. وصف الموقع الأخباري لراديو فرنسا الدولي ما يحدث في عدن من وقت لآخر بأنه اقتتال بين الأشقاء من القوات الانفصالية في الجنوب والجيش الحكومي الموالي للرئيس عبد الرب منصور هادي. وقال الموقع في تقرير ترجم حصريا لقناة بلقيس إن اليمن التي مزقتها حرب لا نهاية لها زادت تمزيقا السبت الماضي، فقد أسفرت عمليتا تفجير سيارة مفخخة عن مقتل وجرح العشرات في عدن، وقد تزعم تنظيم الدولة الإسلامية هذا الهجوم. ويضيف الموقع: عدن هي ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهي ميناء استراتيجي يقع حاليا في قلب حرب الأشقاء. ويضيف الموقع: انفجار السبت كان هناك انفجاران قويان وسحابة سميكة من الدخان وتدخل الإنقاذ بسرعة، وغادرت سيارات الإسعاف مع الضحايا وتم نقلهم إلى مستشفى عدن المركزي. الضحايا هم الجنود، ولكن العديد من المدنيين أصيبوا أيضا. قالت صحيفة لودوفوار الكندية بأن هناك حرب مصالح حول قرارين بشأن اليمن في الأمم المتحدة. وأضافت الصحيفة في ترجمة خاصة بقناة بلقيس أن مجلس الأمن الدولي ناقش مشروعي قرارين حول اليمن بعد أن قدمت روسيا نصا لتجنيب العقوبات ضد إيران بشأن الصواريخ التي سلمت للمتمردين الحوثيين اليمنيين. ومن المتوقع أن يصوت المجلس على تجديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام واحد، ولكن مشروع قرار برعاية المملكة المتحدة يدعو إلى تدابير إضافية بعد نشر
تقرير خبراء الأمم المتحدة، والذي قال إن إيران انتهكت الحظر المفروض على الأسلحة. إلا أن مشروعاً منافساً قدمته روسيا السبت إلى مجلس الأمن ينص على تمديد نظام العقوبات ضد اليمن حتى فبراير 2019، ولكنه لا يتضمن أي إشارة إلى استنتاجات تقرير الأمم المتحدة أو أي إجراء محتمل ضد طهران. وفقا لدبلوماسيين، فإن موسكو يمكنها استخدام حق الفيتو ضد النص البريطاني الذي يمكن أن يمهد الطريق لاعتماد مشروع القرار الخاص بها. لا يبدو أن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن ذو حظ وافر، أو أنه يحمل عصا سحرية يستطيع أن يأخذ بها المتحاربين إلى مائدة التفاوض بعد أن تلين قلوبهم وتتفتح عقولهم، أعني بالتحديد قلوب وعقول الحوثيين. هكذا بدأ حسن العديني مقاله المنشور في الخليج، مضيفا في أجزاء منه: من غير شك أن البريطاني مارتن جريفيث يتمتع بمهارة تفوق مهارات سابقيه، كما أن وراءه قوة معنوية تتمثل بتأثير بلاده على المسرح الدولي ومعرفتها الواسعة والعميقة بالتضاريف السياسية والاجتماعية في اليمن ودول الإقليم الفاعلة في الصراع الجاري هناك. هذا بالطبع يوفر له ميزة تساعد على تحقيق اختراق سياسي يدفع بالمفاوضات نحو نتائج إيجابية. ذلك ظاهر الأمر، غير أن حقيقته ليست بالبساطة المتخيلة، إذ سوف يصطدم بطرق في التفكير عميقة وعاجزة عن التكيف والتفاعل مع الأعراف الدبلوماسية والقواعد القانونية، وسوف يتعامل مع وكلاء حكام في طهران مسجونين في أوهام إحياء إمبراطورية بائدة بكل ما اتصفت به من جبروت واستعلاء. وفي هذا التعامل سوف يتكبد مشاقا ثقيلة من اللحظة التي يبدأ عندها استطلاع الصورة ودراسة الملفات وتقييم المفاوضات في المراحل التي قادها جمال بن عمر وبعده إسماعيل ولد الشيخ. والمؤكد أن اليقين سيستقر في ذهنه بأنه ليس أمام جماعة سياسية مستعدة لأن تأخذ وتعطي. تنتظر المبعوث الجديد أدمغة من فولاذ تصده عن تلمس السبل إلى تسوية سلمية، غير أن حاجته ماسة إلى طوق نجاة يساعده على الخروج من مهمته بنجاح يشرفه ويرفع رصيده المهني، وذلك أمر يملكه الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته. ولقد تطاول أمد الحرب وأوشكت أن تنصرم، 3 سنوات دون أن تسكت المدافع ويرتفع النشيد، وذلك يثير سؤالا عن مكمن الخلل في ظل ميل الميزان إلى كفة القوات الحكومية من حيث نوع العتاد وإعداد المقاتلين والغطاء الجوي الكثيف. إن الإنجاز في ميدان البناء والنصر في ساحة المعركة هما شارة استقبال حافل للمبعوث الأممي حتى يمارس مهمته في ظروف مريحة يستطيع خلالها أن يفتح نافذة للأمل. أعلنت مؤسسة فيسبوك بشكل رسمي، كما أوردت صحيفة القدس العربي، عن إطلاق تطبيقها ماسنجر كيدز لنظام أندرويد بعد أن تم توفيره سابقا لنظام إيزو، حيث بات التطبيق متاحا على متجر جوجل بلاي. تطبيق ماسنجر كيدز يعتبر نسخة من تطبيق فيسبوك ماسنجر، لكنه متخصص للأطفال، حيث يوفر ميزة التحكم الأبوي والتي تتيح للوالدين التحكم في جهات الاتصال التي يمكن للأطفال التواصل معها. كما لا يمكن للأطفال إخفاء الرسائل أو حذفها ضمن التطبيق، الأمر الذي يتيح للآباء البقاء على اطلاع بشكل دائم على ما يقوم به الأطفال. وتطبيق ماسنجر كيدز سهل الاستخدام ولا يحتاج إلى وجود رقم هاتف، وللتسجيل فقط على الآباء عمل حساب للأطفال في التطبيق، وسوف يحتاج الآباء إلى حساباتهم على فيسبوك لتأكيد الحسابات الخاصة بأطفالهم في التطبيق. إلى موقع الهاف بوست، قال: وفد من وزارة العمل الفلبينية يزور الكويت للقاء ممثلين عن الجالية هناك، وسط خلاف دبلوماسي على خلفية اتهامات بتعرض عمال من البلد الآسيوي لسوء معاملة في الدولة الخليجية. وقال وكيل وزارة العمل الفلبينية سيري أكو لوغونزا في تصريح لوكالة فرانس بريس إن الهدف من اللقاء الوقوف على تداعيات قرار حظر إرسال العمالة. ووسعت الفلبين مؤخرا الحظر الذي تفرضه على عمل مواطنيها في الكويت بعد توجيه الرئيس دوتورتي انتقادات حادة للإمارات الخليجية على خلفية تقارير بتعرض عمال للاستغلال وسوء المعاملة.
وتصاعدت الاتهامات بعدما عثر على الكويت أو عثر في الكويت على جثة عاملة منزل تدعى جوانا ديما فيليسيس، عليها آثار تعذيب في ثلاجة بشقة مهجورة تعود لزوجين في الكويت. وأكدت السلطات اللبنانية والفلبينية السبت توقيف الزوجين في دمشق، وهما عساف اللبناني وزوجته السورية، وتم نقل عساف إلى لبنان بينما بقيت السلطات أو أبقت السلطات السورية زوجته على أراضيها. وربط لاغونزا رفع الحظر عن العمالة التي تعتزم السفر لأول مرة إلى الكويت بتعزيز ظروف العمل أو بتغيير ظروف العمل، وقال لفرانس بريس: متى سيتغير أو متى تتغير الظروف سنرفع الحظر، وإن لم تتغير سيبقى الحظر. مضيفا: يعتمد الوضع على تقدم المفاوضات بين الطرفين، حيث علينا أن نتأكد بأن الظروف جيدة وآمنة وأن الانتهاكات لن تتكرر أبدا. من صحيفة الغارديان نأخذ منها بعض صور ساحرة تجسد الجمال المرسوم على الوجوه والشخصيات المختلفة، بالإضافة إلى ملامح الحزن والفرح والتفاؤل. كل هذا سترونها في الصور بجولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.